مشاهدينا مساء الخير. حلقة الليلة تحية إلى نهى الخطيب السعادة نجمة العصر الذهبي للتلفزيون اللبناني اللي رحلت مساء الأربعاء ب 12 كانون الأول بعد يومين من دخولها غرفة العناية الفائقة بمستشفى رزق حيث كانت عم تتلقى العلاج محاطة بعائلتها اللي منتقدم منها بأحر التعازي. بيشاركنا بهالتحية الممثل القدير الأستاذ سمير شمس والإعلامية الزميلة رولا أبو زيد. هالحلقة مش لنبكي على ذكرى نجمة رحلت وإنما لنحتفل بحياة سيدة أضاءت الشاشة اللبنانية وكانت قدوة للكتار من أبناء جيلها بالفن وبالحياة. الليلة كمان نسترجع مقتطفات من آخر لقاء تلفزيوني أجرته نهى الخطيب السعادة سنة 2005 وكان لنا الحظ أنه يكون هاللقاء بهالاستوديو بالذات بتلفزيون المستقبل وضمن برنامجي سيرة وانفتحت. غياب نهى الخطيب السعادة خلانا نعدل بمضمون هالحلقة، أجلنا بعض الفقرات اللي كنا محضرينها لحلقات مقبلة على أنه نكتفي الليلة باستقبال المهندسة والأستاذة الجامعية هالة يونس لنحكي عن مشاركة لبنان للمرة الأولى بالمعرض العالمي للعمارة بنال البندقية 2018. وبحدث لبناني تاني خارج لبنان ختام الحلقة رح يكون مع مقتطفات من حديث النجمة إليسا بمؤتمر نساء على خطوط المواجهة اللي بتنظمه مؤسسة مي شدياء للسنة الثالثة على التوالي بالعاصمة الأردنية. منبلش الحلقة. خبر وفاة نهى الخطيب السعادة فتح الباب أمام نوستالجيا السبعينيات والزمن الجميل وكان مناسبة ليعبر جيل كامل من اللبنانيين عن حب ووفاء لهالممثلة والإعلامية المميزة. نهى الخطيب السعادة ممثلة ومقدمة برامج من مواليد 15 أدار 1940 ومش 44 مثل ما عم تورد الصحف والمواقع الإلكترونية. هي من ضيعة اسمها المطيرات بالقرب من بلدة شحيم بإقليم الخروب. ولدها الشيخ رفعت الخطيب وأختها الباحثة الدكتورة نجاة الخطيب اللي كتبت بعض أشهر الأعمال التلفزيونية حول الأدب العربي والإسلامي لصالح التلفزيون اللبناني وبعض الشاشات العربية. درست نهى الفلسفة ولكن شغفها بالفن والتمثيل أخذها إلى التلفزيون. سنة 1962 كانت من الوجوه الأولى اللي أطلت عبر قناة تلفزيون لبنان والمشرق بالحزمية كمذيعة ربط ومقدمة برامج فنية وإعلانية. ومن هالمرحلة منشوف هالإعلان. كل رجل أنيق يستعمل أولد سبايس وأصناف عديدة من أولد سبايس أعدت لتبرز أناقة الرجال، منها أولد سبايس لوسيون بعد الحلاقة، أولد سبايس سموث شيف للحلاقة بدون فرشات وبسرعة فائقة، أولد سبايس شامبو ليس للرجال فقط بل للسيدات أيضا، أولد سبايس المعجون الذي يعطي أنعم حلاقة، أولد سبايس كريم للشعر لا يسبب القشرة. وبمناسبة الأعياد أعدت أولد سبايس خصيصا للهدايا مجموعات مختلفة من أصنافها الشهيرة، ستفخرون بتقديمها في علبها الجميلة الجذابة وستسرون لشرائها لأن أسعارها متفاوتة تتراوح بين الخمس ليرات والـ50 ليرة لبنانية. اختاروا من أولد سبايس، أولد سبايس المعروف لديكم في علبته الحمراء والنوع الجديد لايم برائحة الليمون في علبته الخضراء. اسعديه وقدمي له أولد سبايس. اسعديه وقدمي له أولد سبايس. إلى جانب عملها بالتلفزيون وتقديم الإعلانات من النوع كفت نهى الخطيب دراستها فالتحقت بالجامعة اليسوعية حيث درست الأدب العربي. ومن أهم المحطات بهالمرحلة مشاركتها بتخطيط زيارة البابا بولس السادس التاريخية إلى مدينة القدس سنة 1964 قبل الاحتلال الإسرائيلي الكامل للمدينة المقدسة، وكانت هيدي أول مرة بيخرج فيها بابا روما من الفاتيكان بتاريخ الكنيسة الكاثوليكية. بعد محطة القدس بلشت نهى بتقديم البرامج الفنية بوقت الذروة، ومن هالبرامج بنشوفها إلى جانب نجم الحوارات الفنية بوقتها نجيب حنكش. مشاهدينا الكرام، وعدناكم الأسبوع الماضي أنه الشخصية الظريفة جدا زعيم القبضيات أبو عفيف كريدي رح يطلع معنا بحنكشات منوعة قريبا، إنما الطلبات كانت عم تتزايد
كل يوم أكثر من يوم. فالليلة أستاذ نجيب قدر كمان يحصل على أبو عفيف كريدي الموجود معنا بالاستوديو في تتمي للحديث الماضي. طبعا تاريخ حافل بالذكريات الحلوة، لكن الحديث رح يكون تتمي مطرح ما قطعنا مرة الماضي. حبيب قلبي أبو عفيف، وكلكم بتعرفوا وهز البلد بحديثه بهالحديث الطبيعي، خصوصا وقت رن التليفون عنده مين عم يحكي؟ قالوا الكولونيل دي بوزيسي. قالوا شو بتشتغل؟ الناس شبعوا من التمثيل، الناس ما عادش بدهم سكريبت، بدهم واحد يكون جريء وصريح وطبيعي مثل أبو عفيف، يحكي الأشياء مثل ما هي. كأنه عم يحكي اليوم، الناس زهقت سكريبت. بأواخر الستينيات اتجهت نهى الخطيب شوي شوي إلى التمثيل، وبالسبعينيات كانت من أهم نجمات الدراما اللبنانية إلى جانب هندة باللمع وإلسي فرناني، هالتريو النسائي اللي شارك بانتشار التلفزيون وصنع أسطورة المسلسل اللبناني بلبنان وبالعالم العربي. رح نحكي عن نهى الممثلة النجمة بعد شوي مع شريكة بأحد أبرز أعمال الممثل سمير شمس. من حقبة النجومية منشوف مقطع من لقاء أواخر السبعينيات مع الإعلامي رياض شرارة. يسعدنا جدا أنه نستقبل الليلة في لقائنا زميلي عزيزي جدا وممثلي قديري جدا ووجه أحب الجمهور عبر الشاشة، السيدة نهى الخطيب. أهلا وسهلا بالست نهى. من بين المذيعات اللي رفقنا فترة صبانة، ولسه بعدنا بالصبا نحن، يعني ما كبرنا أكيد. مش معقول يعني، يعني أنا بشوف شوية كم شعرة بيضة من لا، هودي الشعر الأبيض يا نهى أنا عاملهم صبغة مع الموضة. على كل حال كتير حلوين، أحلى من الأسود. يعني كانت نهى رفيقة الضرب المثقفة جدا. نهى تكتب الشعر أنت ولا؟ لا، أهوى الشعر وقراءة الشعر وحفظ الشعر. بس ما في عندي أي مقدرة أني أكتب. عال، شو رأيك لو بتروي لنا شوية شعر من الأبيات الحلوة اللي بتحبيها أنت مثلا؟ الحقيقة هلأ بيحضر لذهني، بس بقلك أنه بفضل الشعر القديم. بين التمثيل والتقديم وبين نجيب حنكش ورياض شرارة، رافقت نهى الخطيب جيلين من صناع التلفزيون اللبناني، وعلى الرغم من نجوميتها استمرت بربط الفقرات على الشاشة. منشوف هالمقطع للي ما بيعرف شو يعني مذيعة ربط فقرات من تقديمها لسهرة راس السنة بالسبعة وثمانين. جوزيف نصيف، جورجيت صايغ، زكي نصيف، كارل اس غربي، انجل غربي، فرقة سلامة آغا رقص استعراضي، فرقة ارابيسك رقص استعراضي، الدكتور ميكي العاب، ومانوك ابراج لعام 88، اسعد وفرقته في سكتش، والفرقة الموسيقية بقيادة ايميل غصن. اطيب الاوقات، اسلمها واحلاها وادفئها، ومن القلب تحية من تلفزيون لبنان لجميع مشاهدينا الكرام. على الصعيد الشخصي، نهى الخطيب تزوجت سنة 1965 من المخرج إليس عادة، أحد رواد وصناع التلفزيون اللبنانيين الكبار بهالمرحلة، وهي أم لبنتين ندى ورنا. بزواجها المختلط أظهرت نهى الخطيب سعادة إنها مش بس مشاركة بصناعة صورة الزمن الجميل، وإنما عاشت روح الزمن الجميل، وبقيت حتى بأسوأ أيام الحرب متمسكة بالحلم اللبناني وبنبذ الطائفية والتعصب الديني. استراحة من بعد الممثل القدير سمير شمس والإعلامية الزميلة رولا أبو زيد. على ثغر الحبيب تدغرد الطيور في قرع وتنحينا، لمن تغني الطيور للعاشقين تغني، للمساكين تغني، لأجلنا.
بلا طول سيرة والليلة تحية إلى نهى الخطيب السعادة. مراسم الدفن بكرة السبت بعد صلاة العصر بمسقط رأس بلدة لمطيرات بالإقليم. قبل الإعلان قدمنا لمحة عن نهى الخطيب لجيل جديد من مشاهدي التلفزيون غابت عنه سنة 1998 من بعد تعرضها لحادث سير كبير أدخلها بدوامة المرض والألم. برفقنا بهالتحية الخاصة الليلة إلى روح نهى الخطيب السعادة الممثل القدير وأستاذ التدريب على الصوت والإلقاء الأستاذ سمير شمس، والإعلامية الزميلة رولا أبو زيد صاحبة برنامج من هون وهونيك عبر إذاعة صوت المدى. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لحضوركم وتعازينا الحارة. شكرا لألك. لألكم أستاذ سمير شمس، فور تبلغك بخبر وفاة ست نهى الخطيب السعادة كتبت وداعا يا حبيبة جاد بمسلسل النهر، وداعا يا زهرة التلفزيون بلبنان، إلى جنات الخلد أيتها الحبيبة الغالية. وهالتويت تنقلتها وسائل الإعلام اليوم، ويعني اعتبرت أنه عم تحكي بصوت جيل كامل تحية لهالممثلة الزميلة لألك. كيف تلقيت خبر وفاتها؟ يعني كل اللي اشتغلوا النهر، مسلسل النهر اللي هو عمره 44 سنة، صاروا بدنيا حق. ضلت نهى وأنا وأكرم الأحمر ومحمد الكبي الله يطول بعمره، هو اللي كنا باقيين على قيد الحياة. والمسلسل يعتبر بصمة بالدراما اللبنانية، أنا بعتبره يعني ما قبل وما بعد النهر. وحيعيدوه هلا بعد أسبوعين، حيعيدوه بتلفزيون لبنان تحية لذكرى نهى. نعم. أكيد الخبر كان صدمة، لأنه عم بخسر هالأيقونة الحلوة اللي اسمها نهى الخطيب السعادة الباقية على قيد الحياة. كنت عم اتواصل معها على طول، وعندي هالحب والشغف اني اتواصل معها واسألها عن صحتها وعن اخبارها. كنت دائما تشكيلي وتقلي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، دائما تحمد الله على اللي هي فيه. كان عندها الصبر والإنسانة في منتهى الرقة. يعني انا ما بتذكر الا الصوره الرقيقه بنهى الخطيب سعادة. لو بيجيبوا لي هلا بيقولوا لي دربها، لو هلا جديده بيقولوا لي دربها على الالقاء ودربها على تصير مذيعه، بقول لها يا نهى الله يرحمها، بقول لها خليكي مثل ما انت، الله اعطاكي هالشكل وهالموهبه وهالصوت وهالرقه، خليكي مثل ما انت، ما بغير شيء فيكي ابدا. هي تميزت برقة صوت، كيف توصفه كمدرب لصوتها يعني نبرتها بالحكي؟ خامي لطيفة جدا، خامي طيبة، بتسمع الإذن تنبسط فيها، فيها الحنية، فيها الرقة، فيها اللفظ السليم. إنساني مميزة جدا كانت كمقدمة وكممثلة. يعني لما مثلت معي بالنهر دور نسرين، قد ما حبوها العالم، كل اللي خلقوا بهذه تلك الايام اغلبهم سموا بناتهم نسرين وسموا اولادهم جاد، قد يحبوا هالمسلسل الناس. كان هيدي المره الوحيده اللي بتجتمعوا فيها على الشاشه بمسلسل والاخيره، وليه ما تكررت هالتجربه؟ شوف زبان، خبرك شغله، بعد ما خلصنا النهر كان عندنا مشهد أخير، كنا نصور مشهد ونرجع نصور مشهد تاني. يعني بالأول كنا نصور حلقة كاملة، لما صار في تسجيل صرنا نصور مشهد مشهد. كان هو من أول مسلسل بعتقد تصور على طريقة السينما، يعني مشاهد خارجية هلأ بالأيام عم نصور جملة جملة. فكان في مشهد كتير حساس بيني وبينها، اللي بقول لها اني بحبها وبلبسها الخاتم. انا ما بعرف شو صار لي، اوصل لمحل معين واوقف، يرجعوا يعيدوا المشهد مره اثنين ثلاثه، بعدين بليز طفوا الضوء بالاستوديو. قعدت معي نهى، قالت لي شو بك سمير؟ نزلوا دموعي. قلت له حاسس انه هيدا اخر عمل بشتغله. قال ليه؟ قلت له ما بعرف، ما بدي اياه يخلص.
وفعلا كان اخر عمل مع نهى. هلا بقول رزق الله هذيك الايام قد ايه كنا نحب هالشغل ونحب بعضنا ونحس ببعضنا، ولما نعمل عمل نكون كأننا عملنا شغله كبيره بحياتنا. ما يعني هاي الايام ضيعناها الاحاسيس هذه الحقيقه. نعم. رح نرجعك شوي لاجواء مسلسل النهر قبل ما نسمع زميلي رولا ونشوف هالمشهد قبل المشهد اللي عم تحكي عنه، هالمشهد من الحلقه الاخيره. سئمت العيش في جو الانتقام والحقد، اريد ان احيا وان احيا في جو من التسامح. ولدنا على المحبه، فلما لا نموت على المحبه؟ سئمت البغض، سئمت الكراهيه، انها تصنع الحروب، تفرق، تدمر، وكانها الحرب لم تنتهي. لقد ادخلتها البيت. كف كف. اي نوع من الاطباء انت؟ طبيب يحمل معه سنا ذهبيه، ارجو ان احتفظ بها دائما. لا اعلم ما كنت افعل بدونك. لا اعلم. تزوجي من جاد. لو لم تقعي في حب جاد يا نسرين، لكان من السهل علي ان اقع انا في حبك. جاد نسرين، اتيت من المدينه احمل اليك هذا الخاتم، هو عهد مني بالوفاء لك مدى الحياه، ليس سمينا ولكن جاد. لا حاجة بك للعودة، لن تغادر هذه المرة قرية النهر إلى أي مكان. يجب أن أعود إلى عملي في المدينة، أريد أن أبني نفسي من جديد، أن أقدم لك شيئا من كفاحي وجهدي، أرجو أن تفهمي ما أعني. أفهم، ولكن لا حاجة بك للبناء بعيدا عنا، هذه أرضك وهنا أسرتك. نعم هنا أسرتي، لكنها ليست أرضي. عندما أعود سأقدم لك أرضا نعيش عليها وبيتا نأوي إليه. لا أريد سوى أن تبقى هنا. عندما تركتك ورحلت أحسست بمرارة لا توصف، لكن أرجو أن تقدري الظرف الذي أعيشه. أدرك وأفهم ما تعنيه، لست غريبا عني، أنا أيضا لست غريبة عنك، ولكن دعنا نسعد هنا معا، نبني معا، يدك ويدي في عمل واحد. حلم. هيدا أنا؟ هيدا أنت. هيدا أنت هلا وهيدا أنت بذاكرتنا، وبعتقد يعني هالمشهد اللي هو قمة المسلسل بآخر الحلقة مع كل هيدا المسلسل هو اللي وضع أول شيء، صنع فكرة كلاسيكيات التلفزيون اللبناني. كان من أول المسلسلات اللي قصته غير مكتبسة، يعني كان قصة لبنانية 100%. صح. والتمثيل كان يعني بعتقد كانت تجربتكم هون وصلت لقمتها. وثابت انه عم تحكي عن هذا المشهد، مشهد الخاتم. ايه انا كمان بدمع كل ما اشوف هالمشهد. ما فيك تلاقي اثنين يقدروا يكونوا منسجمين مع بعض، لابقين لبعض. قدي انا ونسرين ونهى، بعد قلنا نسرين بهذيك الايام جربوا يعملوا المسلسل مره ثانيه تحت اسم ياسمينة. نعم. ونفس الكاتب بس غير شوي الاسماء والاحداث شوي. نعم. انما الاصل ما فيك تتعدى عليه. مع المخرج الي سمير معلوف عملوا التجربه الجديده مؤخرا، وهو النسخه الاولى كانت من اخراج الي سعاده زوج نهى الخطيب سعاده. بس ليه ما تكررت التجربه؟ يعني كان عندك شعور لن تتكرر، وانت دائما يعني كمان مع هند ابو اللمع يعني شريكه العصر الذهبي بهذه المرحله معكم، كمان كان عندك تجربه واحده. تجربه واحده. ليه انت رجل المره الواحده بحياه هالممثله؟ بال 74 كان المسلسل، يعني من 44 سنة عمر وصارت الأحداث اللبنانية. نعم. فهيدي كانت فترة جمود. نعم. عدنا كلنا بالفريزر يعني. نعم. عملنا بعض الأعمال المتفرقة، يعني كنا نلبس الخوذة ونتخبى ونمثل ونحن وخايفين. نعم. لحتى خلصت الحرب رجعنا كنا كبرنا. نعم.
17 سنة. نعم. عم بتحس بالعمر عندك يعني وطئة العمر وعم تفقدوا يعني زملائك واحد ورا واحد؟ والله زبين كتير 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 عم حس انه عم بيهروا واحد ورا التاني. هالجيل تبعي كله عم بيروح. صرت شايف الاخر قريب يعني انه هيدا الحياة هيدا الحياة. نعم. طول ما بدي اقول لك طول بعمرك بتبين كبير بالعرولة السعديدة يعني حده اقرب حياة مسرح. نعم. طول بعمرك ستارة بتفتح من مسر دورنا عليها وبتسكر. بس عفوا فيك تعدل حياة مسرح تفتح الستارة من مسر دورنا عليها بتسكر الستارة بنودع باي باي. نعم. سيرفي ما بعرف شو بدي اقول لك. رولا ساعديني قولي. لا الله يطول بعمره ونحن بحاجه لحتى نعم. نشوفه كمان باعمال جديده يعني نتاسف لما بيكون انسان مثل الاستاذ سمير شمس موجود بخبرته وما عم يستفيدوا من خبرته مش بس نعم. بالتدريب الاذاعي نعم. ولكن كمان بمسلسلاتنا الكبار كبارنا لازم يكون لهم مساحه كبيره بالاعمال وما يخافوا لانه هن الاساتذه اللي بيتعلموا منهم كل الممثلين الشباب. نعم. جينا لولو بريجيدا سألوها قالوا ليش ما عم بياخدوك يتمثلي من جديد كانت كبرت. قلت له الممثل بالايام مثل حصان السبق بس يكبر وما يقعد يقدر يركض بيحطوا له رصاصه براسه وبيقوسوا. نعم. انا رح اتوقف مع استراحه سريعه وبنرجع بنكفي هالحوار معكم. استراحه وبنرجع. سمير شمس ورولا ابو زيد وتحيه الى نهى الخطيب السعاده. ست رولا اهلا وسهلا فيك كمان مره. واستاذ سمير بدي بلش من عندك. يعني نحن عندنا جيلين من اللي رافقوا نهى الخطيب السعاده بمسيرتها، جيل الرفاق وانت تعتبر الجيل الثاني بالاعلام بالتلفزيون يعني من بعد جيل نهى الخطيب السعاده. وتعرفت عليها اول شيء من بابين، باب انه انت صديقه العائله، عائلاتكم اصدقاء، وتاني شيء كنت متدربة بتلفزيون لبنان وهي شاركت بتدريبك. وخبرينا عنها الخطيب السعادة من وجهة نظرك. أنا تعرفت عليها كونها زميلة عمتي بتلفزيون لبنان، يعني لما كنت أطلع مع عمتي جندارك على برنامج دنيا الأطفال طبعا كنت صغيرة وكون عم بتجول بأروقة التلفزيون وحلمي كان عم بيكبر معي أني يكون كمان مذيعة. وبالثمانينات لما رحت على تلفزيون لبنان أشرفت على تدريبي قبل طيف والله يرحمها نهى الخطيب. إنسانة مرحة، إنسانة مرحة شغوفة، بتعطي من قلبها، ما بتبخل عليك بمعلومة، ما بتبخل عليك بنصيحة. ودايما يعني بتذكر دايما نصيحتها رولا كوني أنت ما تكوني حدا، خصوصا الشبه الكبير اللي بيني وبين عمتي بالشكل وبالصوت. قالت لي كوني أنت لحتى قد ما يشبهوكي فيها ما يقدروا يقولوا أنك عم بتقلديها. نعم. وبوقتها كنا نكتب الأنونس بالفصحى، يعني كنت اكتب الأنونس وبتطلع تقراها هي تقلي نعم. اكتبي انت وانا بطلع بزي على شبهك بعمتك كان اكيد نعمه بس على التلفزيون كان نقمه لإليك انك دائما ربطت فيها؟ لا مش نقمه اكيد ولكن كان في تعب زياده اكثر لحتى اكون انا يعني نعم. انا هي كانت نصيحتها طبعا اني كوني انت كوني ذاتك نعم. لحتى بس يشوفوكي صحيح بدهم يقولوا بنتها اختها او حتى في كثيرين افتكروني هي ومصغره حالي على اساس كان بوقتها كان الليفتنج كثير دارج مع انه هي ما كانت كبير كثير بوقتها بس لانه انا كنت اصغر نعم فكانت تقول لي خليهم يعرفوا انه هيدي انت انت رولا نعم. حكي قبل شوي استاذ سمير عن صوتها وهالميزه بصوتها، كنت تلاحظي هيدا الشيء انت يعني كمبتدئه؟ انا كنت اعشق صوتها من انا وصغيره واحضرها بالبيت، يعني كنت تبعها إن كان بالإعلانات لأنه هي معروفة كانت من أهم الأصوات المعلنة وأغليها نعم. هي والممثل الكبير الله يطول بعمره وحيد جلال نعم. وعبد المجيد مزوق طبعا يعني. ولكن هن الثنائي وحيد نعم. جلال ونهى الخطيب سعادة كانوا معروفين من أهم الأصوات المعلنة. حب دفى صوتها، يعني كنت بس أسمع صوتها أحس بإطمئنان، وغير أنها بتبتسم بس ولكن عينيها كانوا بيضحكوا لك، تعطيك الراحة حتى لما كنا بالملجأ
ونهرب، او هيك عندنا ساعات قليله نطلع على البيت لحتى نسرق لمحه على التلفزيون، كانت تحسسك انه الدنيا بألف خير. نعم. حتى لو كان القصف نازل علينا. نعم، بمرحله القصف والحرب بالوقت اللي انفرز لبنان طائفيا، يمكن هي كانت المسلمه الوحيده بالحزميه بهذه المرحله، وبقت متمسكه بهذا الحلم اللبناني وبنبذ العنف والطائفيه. هل كنتوا تلاحظوا هذا الشيء عليها؟ هل يعني هي رغم رقتها وشفافيتها ولكن كانت امراه ثائره، يعني تخطت كل التقاليد واخذت القرار وارتبطت بالانسان اللي بتحبه يلي هو مختلف عن ديانتها. كانت تحب الكل، تحتضن الكل، تبقى عم تسال عن كل شخص باسمه، بتحسها مثل الام اللي عم تسال عن اولادها رغم ما قربت العمر بينها وبينهم القرب العمر، ولكن عندها العاطفه والحنيه وعندها روح النكته، ما بتعرف تزعل. نعم، تحب على طول تبتسم. نعم، كيف تلقيتي خبر وفاتها؟ هل يعني مؤخرا كمان كنتي على التواصل مع او محرم؟ لا صراحة بالمدة الأخيرة لا، ولكن حزني الموضوع لأنه كنت عم فكر أعمل حلقة عن قدامى تلفزيون لبنان، خصوصا لنحكي عن تلفزيون لبنان اللي كان الأول بالشرق الأوسط واللي كان السباق بالبرامج الثقافية والفنية وبالألعاب، فكنت حابة ضوي على غلط كان عم بيصير بكتير محلات انه لا مش تلفزيون لبنان، او حتى كان مهمش تلفزيون لبنان انه تكون عمتي موجودة الاستاذ وحيد جلال، نحكي مع الاستاذ مروان نجار، كنت كتير حابة اني اتواصل معها لنهى، ولكن بسبب مرضها ما قدرنا نعمل الحلقة. نعم، كمان حكينا عن الصوت واغلى الاصوات، وحضرتك كمان من اجمل الاصوات، وكمان يعني ما بعرف اذا بالاعلانات اتجهت الى الاعلانات، بس بعرف بالمسلسلات المكسيكيه بمرحله الدوبلاج كنت انت واحد من اجمل الاصوات واشهر ادوارك، يمكن اول ادوارك انطونيو بانت او الاحد بعتقد، ونهى الخطيب كمان مثلك اتجهت الى الدوبلاج باواخر الثمانينات بدايه التسعينات، ولا مره كمان التقيته بالدوبلاج؟ سؤال الاول. والسؤال الثاني، هذه المرحله اليوم كيف بتوصفها؟ يعني جيلك لما اتجه الى الدوبلاج بالوقت اللي ما كان في انتاجات على التلفزيون، بالنسبه لكم كان هيدي علامه شو؟ مثل بديل عن العمل الدرامي، لانه العمل الدرامي وقف. كانت متنفس تقريبا. كانت متنفس، وبعدين مدرسة الدوبلاج، تدريب مهم كتير للصوت. نعم، وبده ممثلين، يعني مش لعبة. لا خليني بنهى. نهى اطلع فيها بشكلها وسمع صوتها، او سمع صوتها ما تشوف شكلها، نينون خلقوا لبعض شكلها وصوتها. هالرقة اللي بصوتها، الرقة بشكلها، اثنين فايتين ببعض، فيها هالروح اللي مكمله بعضها، هذا اللي بيميز نهى الخطيب سعاده. كيف كانت علاقتها يعني لنحكي منافسه بهالتريو؟ يعني كانت هي هند ابو اللمع والسي فرنان اللي اصغر بجيل، هالتريو كيف كان يعني يتفاعل مع بعض ويتعايش بالتلفزيون؟ كانوا عائله واحده، كانوا عائله واحده، ما كنت اشعر في خلافات بين بعض، يعني بالعكس تلفزيون لبنان كله على بعضه، وكان كان كان في ناس محترفين، ناس عارفين شغلهم، حتى المخرجين اللي مسؤولين عن الانتاج، عن بالاداره، كيف في حب التعاون بيناتكم، الممثلين كانوا كلهم محترفين بشكل كامل، لذلك طلعوا انتاجات كبيره وانتاجات حلوه وقدروا يبيعوا لكل العالم العربي. رولا، كيف تميزي بين المذيعه والاعلاميه بحياه نهى الخطيب سعاده وبشخصيتها؟ لانه انا وياك كنا عم نعمل نقاش قبل الحلقه اذا هي اعلاميه اكثر او ممثله اكثر. لا، هي بلشت طبعا كمذيعه، هي فاتت على تلفزيون لبنان بالاول كصوت بسجل اعلانات والبروموسيون، بعدين مذيعه ربط فقرات، وبعدين انتقلت للتمثيل، ولكن كانوا بارلل ماشيين مع بعضهم، لانه بقدر ما حبت التمثيل بقدر ما كانت نهى مش بس مذيعه، لانه بالفعل كانت اعلاميه، لانه نهى كمان اتجهت صوب المسموع، يعني كانت بالراديو، راحت على اذاعه لبنان، على صوت لبنان، على صوت امريكا، حتى صوتها لما بتسمعه على الاذاعه
بتاخدك لأماكن كتير بعيدة. نعم. وبتقول لك الدنيا بألف خير. نعم. الغريب إنه حتى على الرغم من كل نجوميتها بقت مذيعة رابط. نعم. على التلفزيون بالوقت اللي بمقاييس اليوم ممكن النجمة تعتبر إنه هي ما لازم تعمل رابط. أنا بتذكر حادثة لما كنت عم بتدرب معها، كنت عم بتدربني، بتقله للمخرج أنطوان ريمي لأنه هو كان بوقتها مدير البرامج، قالت له خلص شو بتكون فيي بعد أنا عم تتركوني على الشاشة؟ انه هالصبية خلص جاهزة تطلع على الهواء. بس ولكن ولا مرة كانت لما بتطلع بتحسسك انه هي خلص انا شبعت اني اكون مذيعة ربط، يعني صار لازم انتقل لمرحلة تانية. هذا بتدل عن مهنية 100%. يعني هي مش موضوع، هي مهن، بنت مهنة. غريب انه انا كنت دايما اقول انه داخل كل مذيع في ممثل، بس ما في داخل كل ممثل مذيع، انما هي قدرت تجمع اثنين. نعم. يعني داخلها كمذيعة صارت ممثلة، وكممثل كانت مذيعة، وهودي. نعم. ما بيجتمعوا، صعب يجتمعوا. نعم. يعني هي بال90 تركت التلفزيون. نعم. تركت التلفزيون لبنان، قدمت استقالتها ووقفت. نعم. ومع انه عدد تمثيلياتها ومسلسلاتها قليل، يعني يمكن 7 أو 8 مسلسلات بس بصموا. حتى سمعت انه رفضت فيلم مع فريد اطرس، بس ما عرفت ليش. يعني انا بدي اعمل بحث على العمليه، ليش نهى الخطيب سعادي رفضت فيلم مع فريد اطرس؟ مع انه اي انسان بيتمنى يمثل معه. نعم. بده يكون في سبب جوهري. نعم. يعني حتى صوت امريكا لما كانت، يعني لا فينا نسأله ولا فينا نسأل فريد الاطرس. لا استاذ الي لازم يكون معه. استاذ الي لازم نسأل استاذ الي. نعم. تعازينا الحاره لإله كمان مره. رولا ابو زيد، قرات مثل ما نحن قرانا اخر لقاء لإله بمجله المسيره، شو الفحوه اللي بتقدميه للمشاهدين اللي بعد ما قريوا هالمقابله؟ بدي وجه تحية للصحفية الصديقة نوال نصر للمقابلة اللي أجرتها معها هي من سنين، ولكن رجعت هلأ عادة نشرة. قديش هالإنسانة كانت عم تتحمل وجع، ولكن قديش كانت إنسانة بتحب الحياة، وحتى معك قالت أنه هي إنسانة بتحب الحياة مع كل وجعها. نعم. إنسانة صبورة بتحب الحياة بتحب الناس، ودايما كان عندها أمل ببكرة. نعم. ما فقدت الأمل. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. بمرحله مرضها بعد حادث السير كانت نهى الخطيب السعاده البعيده عن الاضواء مثال مثل ما قالت رولا ابو زيد للتحمل والصبر. واخر ظهور تلفزيوني لها كان بهالاستوديو بالذات بايار سنه 2005. قبلت تطلع بهاللقاء ضمن سلسله خاصه كنا عم نعملها كان عنوانها قوه الحياه، لشعورها بالمسؤوليه الوطنيه بانه تبث الامل بنفوس المشاهدين وسط جو الإحباط الوطني اللي كان مسيطر على اللبنانيين بأعقاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. بنتوقف مع أبرز مقتطفات هاللقاء بعد الاستراحة الإعلانية. مشاهدينا مساء الخير، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سيره وانفتحت. الليله حلقه مميزه بوجود ضيفه مميزه من الرعيل التلفزيوني الاول. هي رمز لمرحله ذهبيه من تاريخ الشاشه الصغيره بلبنان والعالم العربي، ومثل اعلى لجيل او جيلين من التلفزيونيين بلبنان. بسرنا الليله رحب بالممثله والاعلاميه القديره السيده نهى الخطيب السعاده بأول إطلالة صوت وصورة لها من أكثر من 10 سنوات. أهلا وسهلا فيك ست نهى، وشكرا لحضورك. وجودك معنا طبعا الليلة هو شرف كبير للبرنامج وشهادة منعتز فيها. سيدة نهى الخطيب السعادة كانت من أوائل الوجوه التلفزيونية بلبنان، بدأت العمل بقناة 11 بأيار 10 1962، يعني من 6 أيام بصير لها 43 سنة بالعمل التلفزيوني. البداية كانت مع ربط الفقرات وتسجيل الإعلانات، يومتها ما كانوا الإعلانات مثل اليوم. مذيعة ربط الفقرات اللي
اشتهرت بابتسامتها الناعمة والدايمة تحولت إلى نجمة مع انتقالها إلى تقديم الأخبار والبرامج الحوارية المنوعة واستضافتها لكبار الشخصيات الفنية من لبنان ومصر أمثال عاصي الرحباني، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ وكتار غيرهم. سنة 1970 انتقلت من التقديم إلى التمثيل، وبين الأبيض والأسود وبداية التلفزيون الملون اشتركت ببطولة 15 مسلسل تلفزيوني من النهر ومياسة وحنين والبخلاء ونساء عربيات ولمن تغني الطيور. الحرب والعمر نقلوا نهى الخطيب السعادة إلى الإذاعة وإلى دوبلاج المسلسلات المكسيكية حتى تعرضت إلى حادث سير كبير سنة 97 أبعدها عن كل العالم لدرجة أنه كتار اعتقدوا أنها فارقت الحياة. عن هالمرحلة تحديدا حديثنا الليلة مع السيدة نهى، بما أنه الغيبة كبيرة والشوق كبير بدعيكم للمشاركة بالحلقة. ست نهى، هيدي اللحظة اللي صار لزمان ناطرها، وأول سؤال رح أسألك، شو شعورك بأول إطلالة تلفزيونية لألك بعد 10 سنين من الغيبة؟ أولا ما بعرف، يعني في كلمة بقلبي بدي أقولها، كلمة عزاء بس للظروف اللي مرقنا فيها، بس ما في كلام، ما في. بعدين أكثر من 10 سنين أنا صار لي بعيدة، وبعدين قوة الحياة مزبوط، لأن الحياة إذا أنت مشيت معها بتمشي معك، خليتها تغلبك بتغلبك، إذا ردت تقوى عليها بتقوى عليها. وأنا بطبعي مرحة، ما بقدر أزعل، ما بعرف أزعل، فبضحك، ما في شي ببكيني إلا الألم والموت، غير شي ولا شي ببكيني. بس أتوجع ببكي شوي، بس يروح الوجع أكيد على تعاطي الأدوية، يعني بترجع للضحكة والابتسامة، بهرج لدرجة أني بهرج لأن بحب الحياة. وفي عندي عائلة ما بقدر أقول بقدسها، لأن التقديس كلمة مش حلوة يعني للبشر، بس عائلتي أولا إلي، إلي سعادي اللي هو خليني حب الحياة. أنا من صغرتي بحب الحياة، بحب عيش، بحب كل شيء جميل. يعني إذا بدي أشوف عمل سينمائي أو تلفزيوني، أو بدي أشوف زافين، زافين بده يكون المشهد اللي أنا عم شوفه أو الإنسان اللي عم شوفه بده يكون حلو، مرتب، يريحني، يمتعني. فأنا بحب الحياة وبحب الجمال، وإلي ساعدني وسندني كتير، ولو ما إلي أنا ما كنت. بعدين ولادي ندى ورنا وعائلتي الكبيرة اللي هني إخواتي وخالاتي وولادهم، ما بقدر أوصف لك الناس غير إلى جانب عائلتي وقت الأكسيدان اللي تعرضت له الحادث، قدي أنا بحب الحياة. علقوني فيها أكتر لأنه في موالد انعملت بشاني كتر خيرهم، في قداديس انعملت بشاني كتر خيرهم، بلندن، كوستاريكا، بباريس، بأنحاء العالم، اللبنانية أو العرب تشاركوا بإضاءة شموع. حسيت انه هذا الشيء هيك كان عزيز. حسيت انه مش انا بلاقي الحياه غاليه، بس بلاقي الحب اغلى، وانا بلا حب ما فيني اعيش، وبلا محبه ما فيني اعيش، وبحبك كثير. تسلمي. وانا كمان ما عندك ابدا شعور بهلا العوده الى التلفزيون، يعني الاضواء وهلا انه الملايين اللي عم يحضروك بعد هيدي الغيبه، هل يعني هل اكستي على التلفزيون فينا نقول، او ما بتفكري؟ مش قضيه اكست، قضيه انه ما بقى باستطاعتي للاسف، عندي كثير بعد شيء اعطيه، بس كتر خير البلديات وكتر خير الطرقات وكتر خير بلدنا، لأنه بسبب جوار أنا نزلت بالوادي. خبرينا عن هالحادثة. أنا رايحة على الـ LBC على شغلي، في جوار كتير مثل العادة، جوار كتير، بس ثاقبت في جورة كبرت كتير، لقيتها أكبر من مبارح، زحت عنها، طلعت سيارة بوجهي، طريق ضيقة كتير وكلها حفر، طلعت سيارة بوجهي رديت
وأنا سيارتي أوبل، السيارة الديركسيون كتير قاسي. بردتي هيك نزل الدولاب ما قدرت أقرر. شو عملتي يا نهى؟ الله ما بعرف كيف خليني أنا أتعلق بالديركسيون. الفولان بإيدي تمسمر وإيدي عليه، مشان هيك يمكن ما انكسر فيه شيء، ما انقطع فيه شيء، ما دليت مثل ما أنا. بس أول قلبي طرقت بالصخور، قلت رحتي يا نهى شو عملتي؟ انكسر ظهري، يا الله ما تموتني كرمال ولادي، لأن الحادث 7 سنين، ولادي ما كانوا بعد بيقدروا يستقبلوا الحياة، بعدهم عايزيني يعني. وإلي قلب التاني قلبي، بعدني أنا بالديركسيون. قلب التالت قلبي، ما بقدر أوصف أنا، معلش يعني رح أعطي ديتاي شوي. نزلت بالوادي لتحت، تحت هنيك هيك في صخرتين، قلبت السيارة على ظهرها، الصخرتين إجوا على تقاطع الأوبل سقف، وإلا كانوا فاتوا براسي، كانوا فاتوا فيه. أوكي، انمعصت الأوتوموبيل هيك. هلأ شو اللي صار؟ لقيت حدا بيقول لي بعد وقت. أنت واعية؟ أنا واعية، واعية. كل قلبي وراء قلبي، كل قلبي وقول يا الله تلطفية، تلطفية يا الله، تلطفية. روكب لساني على هالكلمة، تلطفية يا الله. هل عشت فترة كآبة مثلا، أو حزن شديد، أو فترة إيه؟ ما تستوعب شو عم بيصير؟ لا بستوعب كل شيء، بس حزنت كثير. بتستوعب بمعنى أنه في هذا السؤال، يعني كل شخص بيتعرض لأزمة في أول سؤال أنه ليش أنا؟ يا الله ليش أنا؟ هل مرقت بهذه المرحلة؟ طيب زفان، إذا أنا بقول لك شغلة مش عن يأس، إذا أي حدا اللي بقتله العيشة وبيروح بقول ليش مش هو، ليش مش أنا هو؟ مش عن يأس، بس هاي إرادة الله. بس هيدا بيخطر بنفسي، بيخطر. شو بتعني لك اليوم هالمسيرة الفنية والإعلامية بعد كل هالشي اللي مرق عليك شخصيا وعلى لبنان؟ عانت لي انه انا مش خريجة، للأسف يمكن مش خريجة إعلام، هيدا مش سر عم قوله، لأن انا مش إعلامية، انا هويت وما انتهيت. هويت. عملت واستفدت من عملي وتمرست بعملي واحترفت، وعنت لي كتير انه انا كفحت وحدي ونجحت وبعدين تزوجت. اللي كان المخرج الشهير وانت كنت المذيعة اللي عم تنشهر، هلا بعد شوي بدنا نشوف اغلفة يعني كلها كنت غلاف ورا غلاف ورا غلاف، وحتى يعني بزواجك، لانه زواجك مختلط يعني نعم. من دينين، هل دائما عندك هالروح التحدي او مش قضية تحدي، قضية انا مقتنعة بهالشيء، انا ما عم بأذي حدا بهالشيء. يعني حتى عائلتي لقبلت، انا اقدمت ولقبلت عائلته، اقدمنا على الزواج. كانت شغلة صعبة وقتها؟ ايه طبعا صعبة، بس نحن ليك اللي بتشوف حالي مثل حالتنا نحن، هاي بتحدي عم قولها، هاي دي الوحدة الوطنية، انه يدوم زواج 40 سنة مع الحب غير المحبة، مع نجاح الأسرة، هاي دي الوحدة الوطنية، هاي دي جذور الوطن، جذور وقت بدك تتعلق بوطنك. الإناء ينضح بما في داخله، مش إناء معمول من عدة غلافات، إناء غلاف واحد، هالفخار عم ينضح بما في داخله. هلأ صار فيه كتير غلافات بتتلون جوا وبتطلع غير شيء عن اللي جاء بالداخل. نعم. إيه هيدا لا، نحن صافي، صافيين. نعم. من النقلة من حياة الشهرة والأضواء إلى الحرب إلى فراش المرض، يعني بسبب هالحادث السيارة اللي تعرضت له، شو علمتك هالانتقالات؟ وبعدين بس يعني بالتسعين بس انتهت الحرب وبلشت مسيرة الأعمار بالبلد ورجع كل شيء يعني هيك جرب يمشي بطريقة طبيعية، كمان هيدا شو كان يعني بالنسبة لك؟ هل حسيت حالك أنه أنت بالبيت بينما الحياة عم ترجع؟ هل قصص شو عطتك مشاعر؟ فيني أحكي؟ يلا بحكي؟ اللي بدك. أنا ما بتحدى بس بحكي. يلا اللي بدك، جايين لنا. سنة التسعين انتهت الحرب وبدأت علينا الحرب بالتلفزيون، أنا عم بحكي فيما يخصنا نحن،
مش أنا وإلي، لا بالتلفزيون. بدأت حرب علينا بالتلفزيون، لماذا لست أدري. أنا اشتغلت وبعدين عملت الأكسيدان بسبب الطرقات والحرب والبلديات. وين الزفت؟ وين الطرقات؟ وين الأوتوموبيلات المنيحة المرتبة؟ وين؟ وين السواقة بالأخلاق؟ وين؟ وين الدوريات؟ وين كل شيء؟ وين البلد؟ قطع النفس بالبيت كل الوقت؟ ايه بظهر قليل، يعني شي مرة بالسنة مرتين، أو بطلع على الجبل بنام فوق. هاي السنة تاني ظهرة ما هيك؟ أو ظهر؟ هاي السنة تاني ظهرة. يعني شو بقول لك، بروح عند الحكمة وهي تاني ظهرة بعد الميريكس. نعم. اللي أنا بوجه لهم كلمة شكري كتير. خلينا نسترجع سوا هاللحظات، لحظات الميريكس. بس إنه أنا أتكرم بحياتي، يعني حلو الفنان يتكرم بحياته، ولو ما الميريكس أرجوان. بس خليني أقول إنه أول ظهور علني للسيدة نهى الخطيب السعادة بعد غياب كل هالسنوات كان ب 29 كانون الثاني 2005 بالحفل السنوي لجوائز الميريكس دور. كان أنا إلي الشرف إنه أدمك وأقدم لك الميريكس التكريمي لجيل الرواد مع الإعلامية الأستاذة جان دارك أبو زيد فياض، من اللي كتير أنا بوجه لها تحية. وقتها قلت لك إذا ما طلعتي معي بالحلقة ما رح أعطيك الجائزة. خلينا نسترجع سوا هاللحظات الحلوة. هي من ألمع وأرق نجوم الشاشة الصغيرة من أيام الأبيض والأسود، إعلامية مثقفة وعميقة وممثلة حساسة، قدمت برامج منوعة إلى جانب ظريف لبنان نجيب حنكش، وحاورت بالستينات فنانين كبار أمثال فريد الأطرش وعبد الوهاب وعبد الحليم، فكانت نجمة بين النجوم. من أبرز أعمالها التمثيلية النهر، لمن تغني الطيور، وشهيرات في الحب. نهى الخطيب سعادة. نهى الخطيب سعادة، لك حبي ومودتي. الموجودة عنا مثل ميريكس دور الأرجوان، مثل اللين اللي أناره شمعة ببلد ظلام. جد انبسطت كتير أنا، كتير حلو التكريم يعني. طبعا بس كنت عم بخطر عبالي، أنت بس شوفي حالك هلأ عم تمثلي بالأبيض والأسود، شو بتحسي؟ شو بتفكري؟ مرات بحب حالي كتير، مرات ما بطيق حالي جد. ليه؟ عشو يعني؟ يعني مرات هيك بلاقي حالي إنه مش ناضجة كفاية بالتمثيل. بس شوي شوي يعني بلشت منيح تقريبا، انه مش متعلمه مش عامله شيء. بس وقتها نجاحات كبيره يعني، عم بقرا بوحده من المجلات انه تهديدات ويوقف البلد وقت المسلسل وكل العالم بقى تعرف النهايه. يعني الفضل للقصه ولإلي طبعا والممثلين اللي معي. نعم. وطيب انا كمان يعني إلي حصه منهم، معلش حصه كبيره. عندك كثير اسئله على الايميلز، ما بعرف شو بدي لحق. بس اول سؤال، شو هي القوه اللي بتعطي إرادة الحياة؟ شو هو القوة اللي كانت بداخلك اللي خلتك؟ حب الانتصار. نعم. حب الانتصار وعدم الفشل. نعم. برأيك ليه البعض بيفشل والبعض يقاوم؟ البعض يعني بضل عم بيقاوم والبعض بيستسلم للوجع؟ الله لا يوجع حدا يا رب. بس أنا حسيت بشعور بالذنب، إنه أنا آسرة اللي كل اللي عم بيشقوا علي ولا عم يبكوا وقت بيشوفوني ببكي ساعة الألم يعني. إيه مثلا أولادي أو جوزي أو قرايبيني، إخواتي، خالاتي، جيراني الله يوجه لهم الخير كلهم، أصحابي،
يبكوا، يعني بحس الواحد حاله انه عم بيسبب هالحالة الحزن للباقيين. سيدي نهى الخطيب السعادي، انا كثير بدي اشكر حضورك معنا، كنت مصدر الهام لنا ولكثار من الاشخاص. الله يخليك، من حب الحياه. نعم، انت حب اللي الحياه، ومن الايميلز اللي عم شوفهم كثير اشخاص حابين يعني يتشاركوا بقصصهم، لانه حسوا يعني صناعه القوه من الضعف قد يكون اجمل شيء في الحياه. صح، لانه الثقه بالنفس هي الصداقه مع النفس، يكون الواحد صديق حاله، صديق نفسه، اجمل شيء في الحياه، ساعتها بيوزع صداقته ومحبته وحبه لكل العالم. شو الحكمه اللي تعلمتيها من كل هالمسيره الفرح والالم والحب والمحبه؟ حكمه يعيشها كما هي ويقبلها كما هي. الواحد ما بيعرف قيمه الحياه، المكاسب اللي عنا إياها إلا بس يواجه مشكلة. شو لازم يعملوا الناس لك ليحتفلوا بالحياة اللي عنا؟ أنا بحتفل فيها من صغري، كل حياتي متعة الحمد لله، والله عطاني كل شيء بريده ونلت كل شيء بريده، كل شيء بتمنيه، يعني يمكن ما عملت لنوله بس الله عطاني. نعم، شكرا لك سيدي نهى الخطيب السعادة. أنا بشكرك كتير، وأنا يعني فخورة أنه طلعت معك بالحلقة. شكرا، أنا الفخور، أنا الفخور. وأول برنامج أنا بطلع فيه. نعم، بعد هذا الشهادة لنا، الليلة شهادتين، واحدة من أمريكا وواحدة من لبنان. الله يخليك. إيه، شكرا لك. سيري شارك لبنان السنة للمرة الأولى بالمعرض العالمي للعمارة بنال البندقية 2018 بين شهر أيار وتشرين الثاني الماضي. المساهمة اللبنانية بهالمعرض العالمي المهم واللي حملت عنوان ما تبقى، فينا نعتبرها من أهم الأحداث الثقافية السنة، أو ما تبقى من أحداث ثقافية بلبنان. موضوع المعرض كان تسليط الضوء على أراضي ومساحات غير مبنية كمدخل لإعادة الاعتبار إلى مهنة العمارة، حتى ما تبقى مجرد عمل على تصميم بالشكل والألوان، وإنما تتمتع ببعد اجتماعي وثقافي وبيئي. الأسبوع الماضي انعقد ببيروت مؤتمر صحافي للحديث عن هالحدث اللي جرى تلخيصه وتقديم نبذة عنه بكتاب كمان حمل عنوان ما تبقى. بسرني استقبل منسقة الجناح اللبناني ببنال البندقية 2018 المهندسة والأستاذة الجامعية هالة يونس. أهلا وسهلا فيك يا ست هالة، وشكرا لحضورك من أول البنالي، وعم يعني عم ننتهز الفرصة لنستضيفك. أغلبية الوقت كنت مسافرة أو عم بتسافري، وأخيرا قبل السنة رح نختم مع ختمة البنالي والمؤتمر الصحفي اللي عملتوه. بس بداية، شو البنالي؟ شو يعني فكرة البنالي وشو أهمية هالمعرض العالمي؟ أول شيء بدي لك مرسي على الاستضافة، هيدا منه اختتام العمل اللي عملناه، بداية شيء. فنحن بس ضبينا أغراضنا من إيطاليا، جينا على لبنان، بس هلأ بلش الشغل، فما في شيء عم نخدمه. ورح ترجعوا تعملوا المعرض ببيروت؟ المعرض رح ينعرض ببيروت بالربيع إن شاء الله ببيت بيروت، وهيدي أول خطوة من التكملة. وبالكتاب شو في للي مهتم يعني يطلع أكثر؟ بالكتاب في نحن المعرض هلأ رح أحكي عنه شوي بالتفصيل، بس في خرايط وفي صور، وفي مؤتمر عملناه بالإيو بربيع الماضي، ففي مقتطفات من الصور من عمل المصورين ومن الخرايط ومن انتاجات المؤتمر العلمي. نعم، قلت انه هلا بلش الشغل. قبل ما اسالك شو الشغل، خلينا يعني اعطينا فكره عن المعرض، شو الفكره اللي اشتغلتوا عليها؟ لبنان كان أول مرة بيشارك بهذا المعرض، فمثل ما قدمته كتير منيح، هو معرض للمهندسين من جميع بلدان العالم تيجوا يحكوا عن المواضيع اللي بتهمهم ببلدهم، أو تيعرضوا مشاريع مهمة عبرت عن فكرة مهمة بوقتها. نحن فكرنا أنه بلبنان شو هو أهم شيء بالنسبة للمعماريين للمهندسين؟ أهم شيء أنه يكون في عندهم بيئة بيقدروا يعمروا فيها، لأنه تواحد
يقدر يعمل مبنى منطقي وجميل ومتناسق مع بيئته لازم يكون عنده بيئة نظيفة مرتبة، نعرف الحرج وين والأراضي الزراعية وين والوادي وين والجبل وين والبحر وين والطريق وين والمدينة وين وإلى آخره. فهيدي كانت الفكرة العامة. الفكرة العامة إنه نحكي عن هالبيئة، تعرف الوضع كيف هو، فوضى، انتهاكات، زعبرات، فنعرف نعرف الوضع، نعرف الأسباب، بلد حكمه المال، حكمه الفساد، طيب شو بنعمل؟ نعرف الحل؟ ننضب حظنا، بنبكي كل الوقت. الحل، أحد الحلول، أنه نرجع نعيد العلم يلي بيركب علاقتنا مع الأرض. نعم. يلي هو علم الجغرافيا بكل بساطة، لأنه نحن تندافع عن بيئتنا بوجه كل الانتهاكات لازم نرجع نعرف الجغرافيا، نعرف علم الأرض، نرجع نقدر نزرع، تنزرع الأمل بالأرض لازم نرجع هالعلم. بالزمان كان في الفلاحين كانوا يعرفوا علم الأرض، بيعرفوا كيف بيزرعوا الأمل بالأرض، هن شغلتهم بيزرعوا. ما بقى في فلاحين بلبنان، ما بقى في غير تجار عقارات وشوية ناشطين بيئيين مثلي بينبوا حظهم على فيسبوك. فكيف بدنا نرجع العلم تبع الأرض؟ هو بس هي المشكلة إنه ما في أرض، يعني مثل ما أنا عم تحكي كثير عن مساحات زراعية، إذا بدنا ناخذ المدن، بالمدن ما في أرض بقى، في بنايات حد بعض. انتوا عم تحكوا عن ما تبقى وعم تركزوا على انه فيكم تنطلقوا من المساحات المتبقيه لتصنعوا منها بدايه لتعامل احسن مع الارض. هل بعد في مساحات متبقيه بلبنان كيف؟ هذا بالتحديد الفكره، انه انت عم تقول ما في ارض، لانه كل الناس عم بيقولوا انه خلصت الدنيا وخلصت الارض اذا طلعنا مزبوط بنرجع بنشوف انه لا، في ارض. مشان هيك الفكرة تبع المعرض كان انه نعرض نموذج من ارض لبنان، انه نرجع اول شيء نرجع علم الجغرافيا بطريقة وثائقية وطريقة طريفة وطريقة تقدر تجذب اهتمام الناس، لانه بتعرف انه الجغرافيا كلنا كنا نزهق بالابتدائي، تعدد الانهر والمدن الساحلية والسلسلة الغربية والسلسلة الشرقية والى اخره. ففكرة كان انه نعرض نموذج من جبل لبنان، مثل مقطع بالعرض من بيروت للبقاع عبر جبل لبنان، ونعرض حوض نهر بيروت. يعني هالشقفة من جبل لبنان هي بتتضمن حوض نهر، كمان حوض نهر بيروت. لما بنعرض هالشي عرضناه بشكل مجسم، يعني ماكات طولها 7 امتار، بتبين كل التضاريس تبع الجبل، وعرضنا عليها خرايط يمكن معروضين هلا ورانا. بهالخرايط بنشوف اكيد التضاريس، بنشوف الانهر، بنشوف الغابات، بنشوف المدن، وبنشوف الاراضي المزروعه، وبنشوف الاراضي يلي ما عندها استعمال معين، وبنشوف انه في منها كثير. نعم. هيدي اللي سميناها ما تبقى، خريطة الأرض، خريطة ما تبقى هي إحدى الخرائط المعروفة. وفي فعلا كتير ما تبقى، وبنشوف إنه لما بنطلع عليها في كتير أراضي ما عندهم استعمال محدد. هالشي في يطمن وفي يقلق، بيقلق لأنه بيفرجينا إنه في كتير عنا أراضي مهملة، ونحن ما عنا خطة ترتيب أراضي عم نفعلها على الأرض. وبيطمننا كمان بانه بعد في كثير مساحات للامل، بعد في كثير مساحات لنقدر نشتغل بس فعلا عليها. في كثير، يعني عم تقولي في كثير، بس انه نحن ما عم ننتبه لها لانه بتكون عيننا معوده عليها، او هي بتكون مساحات مخبيه، او هي مساحات بين مدينه ومدينه، او بين، لانه نحن ما لنا معودين بقى نقشع غير البنا، غير الاراضي المبنيه. لما بنطلع على شيء بنشوف انه في بنا ولا ما في بنا، بيخلص الموضوع. وكأنه مطرح اللي ما في بنا مش موجود، مش موجود مثل اللون الابيض، يعني بالتحديد مش لون، كأنه بالتحديد، لانه لما بتشوف خريطه جغرافيا بالابيض شو بيحطوا؟
يلي ما عنده استعمال، يلي ما عم نعرف نوصفه. فنحن كل الدنيا صارت عنا ما منشوفها، منشوفها بيضة. فهي الفكرة أنه نرجع نعلم الناس ونعلم الصغار، لأنه هذا المعرض يعني بتأمل أنه أكثر شيء يشوفوه الطلاب وحتى طلاب الابتدائي، نعلمهم أنه يقشعوا بالأرض شيء غير المباني، ويقشعوا المهندسين بالأرض شيء غير العقارات كمان. ففي المجسم يلي عم نعرض عليه، وفي كمان صور فوتوغرافية كمان عم يحكوا عن عدة مواضيع متعلقة بالأرض. بهالمجسم منشوف أنه بيروت صارت كتير كبيرة، بيروت وصلة لزحلة، منشوف أنه في عنا هالمدينة الكبيرة يلي بالآخر ما بقى فيها فلاحين، كلياتنا صرنا أهل مدن، وأهل المدن بيتعطشوا مرات للطبيعة أكثر من الفلاحين، لأن الفلاحين بتزهقهم الطبيعة. فهالمدينة الكبيرة يلي صارت كل لبنان، إذا نحن عرفنا تعطينا مع الطبيعة تبعها، فينا نرجع نفوت كل هالمكونات اللي كنت عم عددها، يعني الحرش والأرض الزراعية والقمة والسهل والوادي والشط، فيهم كلهم يكونوا ضمن المدينة، منهم متناقضين مع المدينة. هيدي الفكرة المهمة، إنه هاي الطبيعة منها متناقضة مع المدينة، هي جزء منها. بس هل ما تبقى هي ملك، يعني ملك عام وملك شخصي لأشخاص؟ هل كمان عم تشتغلوا بإنكم يعني تشاركوا معكم أصحاب ما تبقى، إن كان دولة أو إن كان يعني أفراد؟ أكيد نحن كلياتنا مشاركين. الدولة منا هي المسؤولة عنا، الدولة أول المخالفين أصلاً بلبنان. يعني لما بتنظر بتشوف المخالفات، الدولة أكبر المخالفين أولاً، وثانياً تعرف أنه لما بيصير في جريمة بيئية مثلاً بلبنان، مش الدولة اللي بتدعي ومش الدولة اللي بتفتش، لازم يجي فرد يقدم اعتراض، يقدم يقيم دعوة مش أنت تتحرك الأجهزة. مثلاً في قصة هلأ يمكن سمعتوا فيها، صنوبر الحمصية، في مستثمر عم يفتح مشروع إفراز بقلب حرش من أجمل أحراش لبنان، لازم أنه شخص فرد يجي يقيم دعوة. مش ما في حدا غير الأفراد، ما في حدا غيرنا بيدافع عن الحق العام، لأنه فكرة الحق العام ما موجودة بلبنان إذا الدولة ما بتدافع عنا. فكتير مهم إنه كلياتنا نكون شركاء بهيدا الموضوع، وخاصة المهندسين. يعني إذا في حدا يعني عامل محرك لكل هيدا الموضوع المهندسين، هل في وعي عند المهندسين لا يعني أو ثقافة المساحات هيدي المشتركة، إذا ما بدي أسميها مساحات خالية ليكون لها وظيفة، أم كمان المهندس ينظر فقط إلى أنه كيف بده يعمر وشكل المبنى ومن دون ما يفكر إذا المبنى متناسق مع مبنى حده؟ ما هي هالمساحات اللي عم نحكي عنها أصلا شغلتهم للمهندسين، لأنه مثل ما قلت المهندس مش بس مسؤول عن المبنى، مسؤول عن تصميم كل هالمساحات الباقية، مسؤول عن ترتيب الأراضي، مسؤول يقول أنه هيدي الأرض استعمالها أفضل يكون هيك أو أفضل يكون هيك، وأكيد مفروض انه يكون عنده اللياقة والتهذيب والذوق انه ينسق مع جاره، ينسق مع اللي عمر حده. بس الفكره كمان اللي كانت مطروحه بالنسبه للمهندسين، انه نحن مهنتنا مش بس الكتل المبنيه، يعني الطرقات، المساحات الخضراء، الحدايق، كل المجالات المفتوحه اللي بدها تصميم كمان شغل المهندسين. حكيتي عن نهر بيروت، وانا كثير بحب الانهر، يعني هيك النهر بالنسبه لي شيء كثير جميل بالطبيعه، ونهر بيروت يعني ما بنشوفه الا شوي بالشتاء وما بنشوف الا شقفه منه بالخريطه تبعكم، بس تشوفيه بشكل كامل، في يعني في مسار نهر واضح من وين ببلش من وين بيخلص، وهل ممكن هالمساحه استخدامها لشيء ثاني ان كان ثقافه او بيئه او؟ أكيد النهر موجود. النهر هو حوض، نحن هذه فكرة الحوض، فكرة الوادي، فكرة كتير مهمة، لأنه المي تبع نهر بيروت بتبلش بترشيش وبتبلش بحمانة، وأحد الخرائط من الفرجيه هي شبكة الإدرولوجيا، شبكة المي، ولما بتضوي على شبكة المي، المي هي ترمز للحق العام، لأنه المي هي التواصل بين كل الأراضي. فالنهر موجود بس الناس ما بيعرفوا حالهم، الناس اللي عايشين ببلدات ومدن نهر بيروت ما بيعرفوا انه هن بحوض نهر بيروت،
مثلا كنت بوقت من الاوقات مع شباب من حمان عم بحكيهم عن المعرض وبدنا نعرضه هيدا فوق وهيك، قالوا لي بس نحن شو خصنا بنهر بيروت؟ قلت لهم ما بينبع من عندكم، من عند غيركم بفلوغه وبترشيش، ما بدنا نزعل حدا. بس ففكره النهر وفكره الوادي فكره كثير اساسيه، ونحن بتعرف كمان انه الوديان تبعنا هلا معرضين لكل مشاريع السدود، كل واحد ورا الثاني، وكل سد بيجي بتجي معه بوكيه باقة من الكسارات والمقالع والكوارث. فوديان لبنان هن اكثر، ومية لبنان هي اكثر من شيء بينجمع بالسد، هي الحق العام، هي التواصل بين الناس. وانتو هالمساحات بدكن اياها تبقى فاضي او بدكن تستثمروها لشيء ثاني؟ ما بدنا اياها تبقى فاضي لانه الارض المزروعه منا فاضي. نعم. والحرش منه فاضي. اهل المدينه حوض نهر بيروت هو اكبر منتزه لاهالي بيروت. لما الناس لما بتتمشى فيه كلياته. انت بس تقولي حوض نهر بيروت شو بتقصدي بالضبط؟ حوض نهر بيروت اتاكد انه عم نحكي عن ذات المكان، عن ذات الارض. حوض نهر بيروت هو وادي يلي مثلا القسم الجنوبي منه بسموه وادي لامارتين، يلي هو بيمشي فيه نهر المتن يلي بينبع من فلوغه ومن حمانه. لامارتين راس المتن يعني عم نحكي، راس المتن بالنص. نعم. في عندك في الحوض عنده مثل حرف الايجريك، عنده ايتين. شفت ليش لازم نعزز الجغرافيا؟ عن جد ايه. شو اسمه النهر الجنوبي هو نهر المتن يلي بيربع من فلوغه ومن حمانه ومن هيدي المنطقه، وبيسموه وادي لامارتين لانه كان جميل جدا، وكان بالقرن التاسع عشر اجى لامارتين وقعد بحمانه ووصف هالوادي من اجمل مواقع العالم واجمل شيء شافه، اكيد كلنا بنعرف هذا الشيء. والجزء منه الثاني بينبع من منطقه كفر سلوان وترشيش والمتين والى اخره، وبيلتقوا تحت بيت مري. حلو، عرفت. ايه. فهل عم بتخيلوا يعني بتشوفوا شقفه وفي بنصهم فيها التلة يلي عليها راس المتن وعليها صليمه من جهه الشماليه. نعم. فكل هالبلدات يعني بيت مري، بعبدات، اذا بتكون عم تحكي عن الجهه الشماليه، او علي وصوفر. نعم. وبحمدون من الجهه الجنوبيه، كل هيدول لهم علاقه. نعم. موضوع اسمه هو نهر بيروت، لانه لما بتشتت الدنيا بكل هالمناطق وين بتوصل المي؟ عبر شحمود. اذا وصلت. اذا وصلت. نعم. بس يعني انت عم تعطي نظره جديده لمناطق بركي جيلي بيعرفها كخطوط تماس، جيلي اللي بعده ما بيعرفها لانه ولا مره صار في هيدا التواصل. مزبوط. لتكون وحده موحده كل هيدي المناطق ومربوطه ببعض، مش بس بالناس كمان بالجغرافيا. اهميه هالتثقيف بالنسبه لكم من وين لازم يبلش؟ من المدارس، من الجامعات، او هيدا الشيء بس للنخبه لازم تعرف؟ لا مشان هيك اكيد لازم يبلش من المدارس. كثير مزبوط الشيء اللي عم بتقوله انه هالوادي كان خطوط تماس، ولانه الجغرافيا علم كثير مهم بالنسبه للعسكر. نعم. مش هيك؟ هو نحن اهم ناس ساعدونا بهيدي الخطوه كلها هي مديريه الشؤون الجغرافيه، لانه الجيش تيدافع عن الارض لازم يعرف الجغرافيا، لازم يفهم. نعم. جغرافيا. فهي كانت خطوط تماس لانه الوادي حتى باقسام. نعم. منه بعد في الغام، ويمكن هي مخليته ببعض الاماكن شوي طبيعي. بس فهالعلم هالمعرفه لازم تبلش من عند الصغار. نعم. قلت لك يعني الجغرافيا الطريقه اللي بنعلمها فيها لازم تتطور، لازم. نعم. يصير في وعي اكثر، ولازم هالشيء كمل اكيد بثقافه المهندسين، بس بالثقافه العامه. نعم. كيف كانت رد يعني طرحتوا هذه الاشكاليه؟ وبعتقد هذه اشكاليه كل المدن الكبرى وكل البلدان اللي فيها هذه الفورة العمرانية، التعامل مع ما تبقى من مساحات وربطها ببعض. كيف كانت يعني الأصداء المعرض اللبناني بالبينالي اللي بيضم يعني مئات العارضين ومشاركة فيه بتكون رسمية من دول مش من أفراد؟ مزبوط. معك حق. يعني الشيء اللي عرضناه نحن منا أول شيء نحن منا عايشين على القمر، نحن عايشين بكرة أرضية كل الناس متشاركة بذات الهموم، والهموم اللي عنا إياهم بلبنان
العالم كله عنده إياه. يعني موضوع أنه الأمل وكيف نزرع الأمل كان أهم موضوع بالبينالي بالآخر، لأنه في عنا تغير مناخي وفي عنا كوارث كتير جاي علينا كلياتنا مش بس على اللبنانية. بس نحن عنا نحن بلد في كثافة سكانية كتير كبيرة، فنحن الزهرة اللي عم بتصير عنا هالمدينة المبعثرة، المدينة المبعثرة على الجبل، نحن إذا بدك نموذج بحث مشوق للباحثين الأجانب. والزهرة تبع بيروت اللي هي صارت مدينة على صعيد الوطن، يعني من بيروت لزحلة بتحس حالك أنت مدينة واحدة بمدينة واحدة. فهالنوع من المدن في عليها أبحاث بالعالم، بس نحن نموذج عنا لأنه كمان عنا هالطبيعة الرائعة تبع جبل لبنان يلي بتخلي انه هالمدينة المبعثرة ما تكون بس هيك شتات وضواحي وشي بشع مثل ما فيك تشوفه ببعض المدن. هي مثل مدينة بقلب جنة. نعم. كان هالشعور عم يوصل بالبينالي، يعني الزوار البينالي اكثر من 260 الف زائر السنه، 280 السنه كان 280 الف زائر. كان عم يوصل هذا الاحساس، وكان مستوى يعني التقني والتكنولوجي للجناح اللبناني يعني يوازي الاجنحه الثانيه. أكيد كان بيوازي، كان عم توصل الفكره، كان عم يوصل الفكره انه لبنان عم يعرض موضوع إذا بدك يونيفرسال، يعني موضوع عالمي، موضوع مش جاي محلي. يعرض إنتاج محلي تبع مهندس أو مهندسين. لبنان بصلب الموضوع، بصلب الحديث بالأفانغارد إذا بدك تبع الإشكالات العالمية. والعرض التقني اللي عملناه كان عن جد على مستوى كتير جيد. ما بعرف اذا ما عم شوف صور عم يتغيروا، بس ما بعرف اذا مبين في الفيديو تبعنا. بس العرض تقنيا كان كتير كتير ناجح، لانه هو مثل خرايط مسقطه على هالمجسم. فكل الناس هيك اول ما يجوا بتطلعوا شو هيدا، شو عم بيصير. نعم. وليش هيدي اول مره بشارك فيها لبنان بهالمعرض؟ أول مرة بيشارك فيها لبنان بهالمعرض، لأنه ما عنا آلية بلبنان ترعى هالمشاركة، وما عنا أموال مرصودة بالإدارات مش أنت ترعى هالمشاركة. هلأ هو البينال تبع العمارة منه قديم قد البينال تبع الفن، يعني هيدا كانت النسخة الـ16 إذا بدك. فليش صارت هالمشاركة؟ لأنه لازم تصير، في أول مرة لكل شيء. فأنا شخصيا حسيت أنه ما لنا حق نحن ما نكون موجودين، لأنه أنا بدرس بعلم هندسة وعلمت كثير بجامعات بلبنان، وبشوف أنه نحن عم نوزع شهادات مش نوزع لأنه ما بيستهلوها، بس أنه عم نعلم كمية كبيرة كثير من المهندسين، 700 متخرج. وانه نحن لما عندنا 13 14 جامعه عم تخرج مهندسين، ما فينا نحن ما نكون موجودين بهالمحل. فدقيت يعني على باب وزاره الثقافه وقلت لهم انه في فريق عمل، في استعداد. نعم. طب بما انه فتحنا موضوع التخرج المهندسين، في دائما فكره انه المهندس اللبناني يتخرج كعاطل عن العمل، لانه ما في محل له، ما في فرص له، اغلبيتهم بيكونوا مشروع هجره ليشتغلوا برات لبنان. هل بتوافقي على هالفكره؟ لا، مش مشروع هجره. نحن لبنان بلد جامعات. لبنان ما بيعلم بس للسوق المحلي، هيدي يعني فكره انه اوكي عم نعلم مهندسين وما في عندهم فرص عمل. لبنان تاريخيا يستقبل طلاب من كل المنطقه، هلا عم بيضاربوا علينا اذا بدك جامعات الخليج والى اخره، بس نحن بعد عم نطمح انه يكون في عندنا نوعيه علم مميزه. اكيد 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 للاسف انه الشباب عم بيهاجروا، بس شو بتعمل؟ بتخليهم اميين تما يهاجروا؟ رح يهاجروا على الحالتين، فخليهم يهاجروا مع الشهاده. مع الشهاده احسن ما يهاجروا. انت بالاضافه الى يعني كونك استاذه جامعيه، كمان مهندسه معماريه معروفه، وصممتي عده ابنيه يعني معروفه ببيروت. هل من يعني شخصيه للعماره اللبنانيه الحديثه؟ من فتره كنت عم بقرا عن العماره اللبنانيه بال 1920، كيف انتقلت من الطراز العثماني
لنيو إذا بدك شخصية لبنانية خاصة مع المهندس أفتيموس. اليوم إذا بدنا نحكي بال 2018، هل من شخصية لبنانية للمباني اللي عم تتعمر؟ في كتير شباب، ما بدي زعل حدا، كلهم أصحابي وما معي وقت عددهم كلهم. أكيد في كتير مهندسين. أنا عن جد بحب أقول وأكد أنه مش لأنه نحن عرضنا جغرافيا لأنه ما في إنتاج بلبنان لازم خارج ينعرض بلبنان. نحن عرضنا جغرافيا لأنه الجغرافيا هي الموضوع الشائك أكثر شيء بالنسبة للبنان، أكثر من التاريخ. بس نحن قبل ما أكثر من التاريخ، ما هي الجغرافيا هي بتحكي عن التاريخ. ما جغرافية لبنان كتاب تاريخ. روح على نهر الكلب شوف. بس أنا كنت مفكر التاريخ المعقد والجغرافيا هي. لا بس الفكرة اللي كان بدي أقولها، شو كنت عم تسألني؟ عم نحكي عن شخصية وهوية للعمارة. قبل ما نحكي عن المهندس، يعني بالحداثة بلبنان في كتير شخصيات عملوا بصمة حداثة بلبنان. لازم أول شيء نعرف ندافع عنها. مثلا الحادثة اللي عم بتصير هلأ، التشويه اللي عم بيصير بوزارة السياحة، المبنى اللي مصممه عاصم سلام، بنجي هيك لأنه في حدا بده يتنفع أو في حدا إجته فكرة أو في حدا استحلى، منخرب مبنى من تراثنا الحديث مشان عم نحكي مشان ولا سبب. وزارة السياحة بال وزارة السياحة على الشارع الحمراء منظمة، نعم، اللي فيها الإعلام كمان، وزارة الإعلام والسياحة، يمكن فيها هالقاعة اللي بسموها القاعة، نعم، الزجاجية، نعم، اللي قاعة جميلة جدا، نعم، كان يصير فيها معارض والحلو فيها أنها مفتوحة على الشارع. هالقاعة هلأ عم بيصير إعادة رسم لها من دون ما يكون في ولا علاقة بالمبنى وبهندسة المبنى وبمفردات المعمارية. مع مهندس عنده رؤية جديدة لهالمعرض، يعني ما بعرف عنها، ما بعرف شو الإشكالية، بس بتخيل أنه في حدا فكر بطريقة مختلفة بهذا. ما نحن هيدا الموضوع الأساسي، أنه لما بدنا نحترم العمارة بدنا نحترم المعمار. لما بدنا نشتغل على مبنى تاريخي وبدنا نعتبر انه الحداثة تبعنا هي قسم من تاريخنا، ما فيك تجي على هالمبنى تقول انا عندي رؤية جديدة. ما فيك تروح على قلعة بعلبك تقول والله انا عندي رؤية جديدة. بدك ترمم قلعة بعلبك، بدك ترممها مثل ما هي، بدك ترمم شغل عاصم سلام، بدك ترممه مثل ما هو. ما فيك تجي تطرح. نعم. ولا هيدا موضوع نقاش، يعني بحب نطرح هيدا الموضوع، خاصة أنا الفترة كتير مهتم بموضوع العمارة. بس هيدا بيطرح أشكالية تطور المدن، يعني بنتيجة المدن كل 10 سنين 20 سنة بتجدد حالها برؤية جديدة بجيل جديد من الفنانين من المهندسين من الكتاب. تجديد بيروت لنفسها هل جاي بسياق طبيعي أو بتلاقي أنه لا في شرخ؟ ودي مسؤولية المهندس بهذا الموضوع، او يكون في يعني من يرعى عمل المهندسين برات اطار الدوله، لانه اذا بدنا نفوت باطار الدوله رح نفوت بغير. لازم الدوله ترعى، لازم الدوله ترعى، لانه نحن منا خبر كان، نحن عم نعمر هالبلد. نحن كمهندسين وكمعماريين بينقصنا اداره بالدوله ترعى عملنا وترعى مهنتنا، لانه النقابه ما بتكفي لوحدها. نحن عاوزين إدارة بالدولة ترعى التراث المعماري تبعنا. المدينة هي تراكم، هي تراكم تاريخي لعدة حقبات، لازم نحترم هالتراكم. ومش كل واحد بده يجي يمحي اللي قبله، كل واحد بده يجي يقعد عاقل حد غيره وهذا اللي ويتعايش معه، لأنه هذا اللي بيعمل قيمة المدينة. فنحن يعني مثلا وزارة الثقافة في عندها أجهزة بتدافع عن شيء اللي بسموه الأنتيكيتي، يعني التراث القديم. بس تراثنا الحديث عمل المعماريين هلأ، لما في إدارة، لما في مبنى عام بده ينعمل للدولة، ما في مسابقة. نعم. بالتراضي كلياته. ايه عم تاخذينا هلا عم بياخذك لكثير مواضيع. ببيروت يعني ببيروت، يعني في بيروت وسط بيروت بخصوصيته، وفي بيروت المنطقة السكنية إذا بديك، وفي بيروت الأسواق التجارية. بس بنفس الوقت إذا بدك تشوفيها من مبنى عالي بتشوفي في بيروت جديدة عم تطلع، يعني وين من كان بهالمباني العالية. برأيك وين الرمز الجديد لبيروت الحديثة؟ يعني مثل كل المدن بيكون في جانب قديم وجانب جديد. اليوم بيروت الجديدة
وانت وصفت بيروت من بيروت لزحله. اين بيروت الحديثه؟ هي هيدي هي البيروت بيروت المستقبل، بيروت الناطحات السحاب. هيدا شيء سخيف، هيدا فكروا حال دبي اقوى منهم بكثير. خلاص بيروت المستقبل وين؟ كبروا عقلكم شوي وقعدوا عاقلين. بيروت المستقبل هي بيروت يلي بتعرف تستعمل هالظهير الجبلي، اذا بدك هالجبل يلي وراها. لانه الشيء اللي عندها اياه بيروت، ما في ولا مدينه بالشرق عندها اياه. الجبل يلي عندها اياه بيروت ويلي عم تمتد عليه، ما في ولا مدينه عندها هالمجالات يلي بتامن جمال بالحياه، يعني جوا دو فيفر، بونور دو فيفر. بقى اذا بيروت عرفت تستثمر بمعنى الايجابي، يعني اذا عرفت تتعايش مع الطبيعه تبعها. بيروت اجمل مدينه بالعالم، اجمل مدينه بالشرق. الظهير الجبلي. ايه هذه كلمه قويه كثير. هذه ايه كتبتها لانه بدي اسجلها. لانه كنت عم جرب ترجم كلمه اريير بي. قديش 10 و17 بديسمبر 14 2018 اول مره بسمع كلمه ظهير. ظهير يعني هو الظهر، اذا بدك الظهر الجبلي تبع بيروت. بلا الظهير. استاذي هلا يونس، شكرا لك. ما تبقى كتاب موجود بلخص كل تجربة البينالي. هلا موجود حاليا وين اذا حدا بيحب يطلع؟ هلا موجود بمتحف سرسو، وموجود بالمركز العربي للعمارة يلي هو اسس مشان تيدافع عن تراث المعمارة، تراث الحداثة بالعالم. نعم. العربي، بس يلي هو كان الحاضن الظهير. لا هو يلي احتضن مشروع البيانالي اداريا بغياب. نعم. بغياب من يحتضن. نعم. على كل احوال ان شاء الله تكون هيدي البدايه لتعاون مستمر ولتظهروا هالجانب من لبنان برؤيته لكيف يتعامل مع العماره ومع الهندسه ومع الجغرافيا. وموضوع الجغرافيا يعني بعتقد هو كمان مسار كثير طويل. يعطيكم الف عافيه، ومثل ما فهمنا منك البينالي سيكون بالربيع ببيروت لكل اللبنانيين. كمان معرض لبنان ما تبقى، مش كل البينالي اكيد، معرض لبنان الجناح اللبناني. اللبناني ما تبقى رح يكون ببيروت للبنانيين كمان يقدروا يشوفوه. الف شكر لك ويعطيك الف عافيه، وبدي اغتنم الفرصه لعايدك بالعياد وبنقول لك الى اللقاء يعني مع مشاريع تانية عم تقوموا فيها، لأنه أنا عبالي 2019 ركز على موضوع العمارة ببلا طول سيرة. برافو، مرسي، ما قلنا غيرك. استراحة وبنرجع. بلا طول سيرة والعنوان بالختام، لبنان خارج لبنان. قبل الإعلان كنا مع مشاركة لبنان للمرة الأولى بأهم معرض عالمي للعمارة بفينيز. من إيطاليا ننتقل إلى عمان ولقاء النجمة إليسا مع جمهور الأردني بمؤتمر نساء على خطوط المواجهة اللي بتنظمه مؤسسة ميشدياء للسنة الثالثة على التوالي بالعاصمة الأردنية. الحوار المؤثر مع إليسا كان بختام المؤتمر اللي استضاف نساء لبنانيات وعربيات رائدات بمجالات مختلفة قدموا تجاربهم الشخصية مع الريادة والقيادة والحرية بحضور حشد رسمي وشعبي واسع. نتوقف مع مقتطفات من الحوار مع إليسا. امرأة مستقلة او غير مستقلة ماديا فكريا اجتماعيا، تعلمي تحبي حالك، تعلمي تخافي على حالك، تخافي على صحتك، تكون صحتك وانت اولويات حياتك. افحصي حالك، خافي على حالك، حبي حالك، حاربي كرمال صحتك كرمال وجودك. انا الي البارت انه
احكي على الصحة، انه قد ما الواحد بيقدر انه يتابع يعمل تقييم سنوي لحالته، بس انا لانه امرأة مستقلة على جميع الأصعدة كان له دور باستقلالية الفكرية والمادية انه انا اقدر اتخطى حالتي مش بصعوبة كبيرة. انا وصغيرة كان اذا حدا يجي يقول بالبيت انه يلا بدنا نجوزك، يقول بي لا، بتتعلم بتخلص علمها بعدين بتقرر. يعني انا بالطريقه اللي ربيت فيها يعني مع حريتي انا انه باختياري كمرأة. سو انا لما كبرت طبعا كان عندي علاقات كامراه، وانا دائما بقول نصف الاخر هو بيكملني يلي هو الرجل، بس هو بيكملني على صعيد انساني. على صعيد انساني ما لقيت الشخص اللي بيكملني، انا هيدا اللي عم ببحث عنه، بس الرجل دائما له حيز مهم كثير بحياتي، ولما بلاقي الشخص اللي بيكملني انسانيا هذا مستعد يكون معه، لانه انا ما عندي مشكله انه انا ما بقدر هلا اجيب ولد، بس ما عندي مشكله اتبنى ولد. مرحله المرض والعلاج احطيها بالسريه تامه وما حدا عارف. امتى اخذت القرار انك تتشاركي مع جمهورك بهالاختبار اللي مرقت فيه؟ قررت انه صور هالغنديه لما كان عندي حاله بعائلتي، بعد ما عرفت اول مره رح اقول لاختي، لما عرفت انه معي كانسر رحت صار لكذا سنه مش عامله فحوصات وعم تقول لي انه عندي وجع بصدري، سو ساعدناها انه اخذت موعد وطلع عندها ستيج 3، بلشت دغري الشيميوثيرابي. سو لما اختي صار معي والحمد لله هلا عملت العلاج وتجاوبت وعملت العمليه، سو ساعتها قررت انه ما بدي اكون انانيه، لانه انا لو رحالتي اختي يمكن ما بعرف اي متى كانت عرفت بحالتها واذا كانت شفيت ولا نعم. لما اختي صار عندها كانسر اول شغله قال لي الحكيم انه بدك تعملي الفحص الجيني يعني الجينيتك تيست، ما طلعت جينيتك، فبس بدي اقول لكم قد ايه نسبه السرطان تفشت بلبنان. انا حبيت بارت الاعلام بالكيس تبعي لانه نقلوا الصوره بايجابيه كبيره. تنمر، عم تحكي على التنمر، عنا مشكله كبيره، انا في تنمر كثير علي بس انا مش فرقانه معي، عم بياثر على الاعمار الصغيره. انا شفت شخص سوري بمدرسه برا عم يضربوه وهو واقف ما عم بيقول لهم شيء ويتمسخروا عليه، طب هذا كيف بده يطلع؟ اول شيء بده يعرف كل شخص انه الله عطاه شيء الثاني ما عنده اياها. انا لما بيقعدوا ناس بيتمسخروا على تمي او بيتمسخروا على حي الله شيء ما بيعنيني الامر بتاتا، بقول لهم انا اليسا لما بتقدروا تعملوا انا اللي قدرت اعملته تبقوا تعوا احكوا على حي الله شغله عندي اياها. بالنسبه للاعمار الصغيره الاهل بدهم ينتبهوا، لانه بالمدارس يلي بيكون ناصح او اوبيز او عنده مشكله عم يستغنوا الفرصة أصحابهم ويتمسخروا عليهم ويتنمروا عليهم وعم بيخلقوا لهم مشاكل نفسية كتير كبيرة. بدي أدعي الأهل أنه يروحوا يشوفوا مع مين عم يتعاطى ابنهم. قصة السوشيال ميديا الواحد ليخلص منها يعمل بلوكيت أو ما يفوت أصلاً، بس في مشكلة حقيقية نحن عم نعيشها على أرض الواقع ويلي حكيت عنها هلأ، وهي مشكلة التنمر يلي عم بتأثر بطريقة فتاكي على حياة الطفل بالتحديد. في تونس عندك جمهور كبير جدا بيحبوك، بيحبوك على خاطر انت تلقائية وتتكلمي من القلب وتحكي على مشاعر الشعب. انا اظن يصير تغيير في بلدان العربية لازم كذلك تكون هناك إرادة سياسية. إرادة سياسية يكون فيها تشريع مش تشجع المرأة موجودة. المرأة ما عندها حقوق مدنية، خلينا احكي على حقوق. المرأة معنفة، المرأة عم تغتصب. بس الحلو بلبنان انه عم نضوي عن هالشيء. يعني نحن بعد عنا كثير المرأة تتاخد حقوقها. يعني نحن هذيك المرة رجل يلي قتل رولا يعقوب يلي انا صورت يا مرايتي من وراء هالمرأة يطلع بريء. يعني هيدا مجتمع ذكوري بامتياز نحن عايشين فيه، مشان هيك بده يكون صوت المرأة اعلى. يعني للأسف إنه في نسوان عايشين مع رجال وبيتعنفوا وبينضربوا، بس يمكن ما عندهم محل يقدروا يروحوا تيكفوا حياتهم، ما عندهم مصاري، ما عندهم استقلالية مادية، ما عندهم شيء، مجبورين يكملوا حياتهم مع هالنوع من الرجال.
صوب بدنا يعني انا بقول دائما بهيك مجتمع بدها تضل المراه تحكي وتعلي صوتها، يعني مش قادرين نعمل غير هيك. رح تسالني من وين بتجيبي جرأتك ومن وين ومن وين، رح اقول لك بارت من المخفت فيه انه واجه مرض هو بس شفت مي قدامي. تلفنت لها وفارتها انا من البكي، انا اللي اخذت قوه منها مش هي اللي اخذت قوه مني. إلى كل اللي بيحبوني وحشوني يا روح ويلا يلا نغني ونسهر، يلا نعود عمرنا، يلا تعالوا هيك. بنوصل إلى ختام حلقة الليلة من بلا طول سيرة، برجع بلتقي فيكن الأسبوع المقبل بحلقة خاصة بعيد الميلاد. إلى اللقاء.